اسلام يا نمبر 1، اتفضلي يا اسلام. اسلام نمبر 1، اسلام نمبر 1، اسلام سامعني؟ اسلام طب اتفضلي، دليل نمبر 1. Sarah family lives in Cairo. يا سارة فاميلي ليفز ان كايرو. سارة، عيلة سارة بتعيش في القاهرة. False. يا فولس، رايت، بيرفكت. يا طيب نيكست، اتفضلي يا دارين. مين اللي كان بيتكلم معايا؟ دارين، اتفضلي يا شهد نمبر 2. Sarah has a dad and travels with him to يبقى سارة ازداد wants to travel quickly. بابا سارة عايز يسافر بسرعة. true Yeah, right, perfect. اتفضلي يا أسيل. أسيل سامعاني؟ زي التيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إسلام. Yeah, they take a lot of bags. أخذ شنط كتير. True or false? دور مين يا بس؟ لا ده أسيل. No. أسيل اتفضلي يا أسيل. ليه هو they have quite a lot of bags أهي، يعني نوعا ما معاهم شنط كتير، يبقى دي true. اتفضلي يا إسلام. There are three people traveling. في 3 أشخاص هم اللي مسافرين. No, false. False. That's right, false. Hi, all are done. Yes. Yes. كلنا done. Yes, it's okay. اوكي، الهوم ورك بتاعتنا this page يا page يا 215 216 and 217. كده احنا خلاص خلصنا يونت 11. we have 10 minutes ومعانا 10 دقايق تانيين. ممكن ان شاء الله نبدأ يونت 12. ان شاء الله نبدأ مع بعض. يا يونت 12، يونت 12 معانا اسمه ايه؟ يا community connections. community connections يعني ايه؟ community connections معناها الروابط المجتمعية، الروابط المجتمعية. community connections. طيب نبدأ بيونت 1، بليسون 1. يا عندنا كلمة newspapers. newspapers الجرائد. newspapers 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 يعني ايه newspapers؟ معناها الجرائد. يا newspapers. طيب ايه اللي موجودة عندنا في الجرائد؟ يعني ايه الحاجات اللي في الجرائد عندنا؟ يعني كارتونز، يعني رسوم كاريكاتية. كارتونز، كارتونز. فرونت بيج معناها الصفحة الأمامية. فرونت بيج، فرونت بيج. هيدلاين عنوان رئيسي. هيدلاين، هيدلاين. ارتكل مقال. ارتكل، ارتكل، ارتكل. ادفيرتسمنت اعلان. ادفيرتسمنت، ادفيرتسمنت، ادفيرتسمنت. باي لاين يعني خط ثانوي بين اسم الكاتب المقال، يبين اسم الكاتب اللي هو ده. باي لاين، باي لاين. باك، 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 باك بيج الصفحة الخلفية. باك بيج، باك بيج. كابشن معناها تعليق. كابشن، 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 كابشن. سبورتس صفحة الرياضة. سبورتس، سبورتس. ويذر يعني صفحة الطقس. ويذر، ويذر. عندنا بعض الديفينيشنز عايزه اقولها. ايه الهيدلاين ده يا ولاد؟ يعني the short text is at the top of a story. العنوان الرئيسي ده عباره عن ايه؟ عباره ده العنوان الرئيسي عباره عن نص صغير خالص، هو في البدايه كده هو بيعرفنا الموضوع ده او القصه دي بتتكلم عن ايه. يا سبورتس الرياضه. this gives us information about competitions and games. طبعا السبورتس دي هي اللي بتعطينا المعلومات عن المنافسه وعن ايه الجيمز الالعاب. whether الطقس
distills you if it will be sunny, cold or rainy. طبعا الوزر هو اللي بيخبرنا بالطقس، هل احنا الجو شمس ولا الجو برد او الجو مطر. article المقال this tells a story about something that happened. طبعا article عبارة عن مقال، هو اللي بيخبرنا عن ايه اللي حصل في الستوري، مثلا اللي هو التفاصيل يعني. advertisement الاعلان this tells you about something you might want to buy. الاعلان ده بيكون عبارة عن حاجة معينة، زي اعلان لحاجة اللي هو انت مثلا حاجات ممكن هتشترى، فده اسمه اعلان لشيء معين، يعني بيانات لبضائع معينه عشان يتم شرائها. باي لاين ديستيلز يو هو روت ذا ستوري. الباي لاين اللي هو الخط الثانوي، اللي هو او الشخص هنا مين هو اللي كاتب المقال ده او القصه دي. كارتون يا كارتون يا ذس ميكس يو لاف. الرسوم الكريكاتيه دي هي اللي بتخليك تضحك. كابشن ذس اكسبلينز هو از ان ا فوتو وات از هابينج. يعني ايه اللي هو ده التعليق اللي بيوضح لنا ايه اللي موجود في الصورة او ايه اللي حصل بالظبط. كابشن كابشن كابشن. انا هنا عندي سؤال محدد يا اسلام، السؤال ده بيقول ايه؟ What do you like reading؟ طبعا ده لو انا حابة اسأل شخص انت بتحب تقرأ ايه؟ اسأل مثلا اسيل، اقول لها يا اسيل What do you like reading؟ احنا عندك دلوقتي newspaper جريدة، ايه اكتر حاجة يا اسيل هتحب انك تقرأيها مثلا؟ دي كلها، هل هتقري ارتكل، هتقرأي مثلا advertisement اعلان وسبورت، هتقرأي الويذر الطقس، هتقرأي يا اسيل؟ سبورتس سبورتس. يبقى I like reading sports. يبقى اسيل بتحب قراءة الايه السبورتس. طب اسألك يا اسلام what do you like reading، انت بتحب تقرأ ايه؟ I like reading sport for برضو it's okay. طيب انا عايزة دارين تسأل شهد وشهد ترد عليها. اتفضلي يا دارين، اسألي شهد انت بتحبي تقرأي ايه؟ هاي دارين اتفضلي. دارين سامعاني؟ دارين دارين. طب شهد كان يقولي سامعاني يا شهد؟ ايه مش موجودة موجودة يا مش سامعاكي. طب اتفضلي يا دارين، هاي شهد انت بتحبي تقرأي ايه؟ مش يعني اقرأ لا مش تقرأ، اسأليها، اسألها ازاي؟ اقولها ايه وات ايه؟ يا هذا السؤال اهو وات ايه؟ what do you like reading؟ يا ردي عليها يا شاطر لو سمحتي، بتحبي تقرأي ايه؟ قولي بقى I like reading، هقولها كده I like reading. I like cartoons, sports. Yeah, I like reading sports. I like reading sports. It's okay. Okay, طيب بعد كده الجزء اللي بعد كده. Look, listen and read. Look, number one. Look, الولد ده بيقول look, يوسف. This is the new school newspaper I helped to make it. بصي يا يوسف كده، دي جريدة المدرسة، أنا إيه أنا ساهمت في إن أنا أعملها، يعني أنا ساعدت في إعدادها. دي نمبر 1. في نمبر 2، نمبر 2 جريت، عظيم. يوسف بيرد عليه لوك معظم عظيم جدا. That's look really interesting. هي شكلها شيق جدا. What is in it؟ ترى الجريدة دي فيها إيه؟ إيه محتواها؟ نمبر 3 there is news about our school. فيها أخبار المدرسة بتاعتنا and our community والمجتمع بتاعنا. I interviewed the head teacher about the new play equipment at school. يعني انا عملت مقابله مع مدير المدرسه عشان اعرف ايه المعدات الايه اللي هتبقى للالعاب الجديده اللي عندنا في المدرسه. هانا wrote a cartoon for back page، وهانا كمان عملت رسوم كاريكاتيه في الصفحه الخلفيه. طيب نمبر 4 brilliant، رائع. يوسف طبعا منبهر وجميل جدا. Did you write about the swimming competition؟ طب هل انت في الجريده بتاعت المدرسه دي كتبت عن مسابقة السباحة؟ قال له ايه نمبر 5؟ قال له يس ايوه I did. look بص كده there is a photo of you yeah of you with the article. في صورة ليك اهو في على المقال. you were wearing your medal، وانت كنت لابس ايه الميدالية بتاعتك.
فطبعا يوسف قال له my mom will want to see that. ماما طبعا اكيد حابه انها تشوف ده. well done هاني، شكرا ليكي هاني، او حسنا يا هاني. طبعا دي كانت الدرس على بعضه. طب احنا هنقف لحد هنا لان احنا ما عندناش وقت. ان شاء الله المره الجايه نشرح البيج دي ونحل على الدرس بتاعنا باذن الله. اوكي 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 يا اولاد، the time is up now. وادي زرعة اوكي يا اولاد، goodbye goodbye. goodbye.